أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يطلب غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم أي استسلم طوعا، أي طائعين مختارين طاعة الله، وكرها حتى الكفرة وكل شيء في الكون يطيع الله بخلقه وإيجاده وموته وتصرفاته، فالله تبارك وتعالى إليه تصمد الأمور كلها. وتنتقل الآيات معنا اليوم إلى الإيمان وحقيقته، وأن وحدة الأديان مصدرها جميعا من الله تبارك وتعالى، أديان السماوية. أما أديان الباطل فهي كثيرة، أديان شياطين الإنس والجن. فيقول الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا محمد ويا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوته، قل للبشرية جميعا ولمن تدعوهم إلى الله ولمن تبين لهم الحقائق مظهرا دينك وحقيقة إيمانك، ما هو؟ بوحدة الأديان جميعا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ما معنى وحدة الأديان؟ ربنا تبارك وتعالى منذ أن أنزل آدم وزوجته والشيطان من الجنة إلى الأرض بيّن له أنه سينزل عليه دين وتشريع. ولماذا كانت التجربة مع آدم حيث عصى ربه فغوى ثم تاب؟ ليعطي الله تبارك وتعالى ذرية آدم من أبيهم آدم تجربة واقعية أن الشيطان لهم عدو، لا يريد أن يكونوا في الجنة بل يريد منهم أن يخالفوا أمر الله ويطيعونه حتى يكونوا من أصحاب السعير. فأعطى الله درسا لبني آدم من آدم عليه الصلاة والسلام، حيث لم يتمالك نفسه فصدق كذب إبليس وأكل من الشجرة. وهكذا ذرية آدم، من يصدق إبليس فيعصي الله ويطيع إبليس، أو من يصدق شياطين الإنس، لأن الشياطين نوعين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، من يصدقهم فيما يكذبون. والآن انكشفت الحقائق واتسعت الدنيا وكلكم يسمع أناس يحكمون الناس بالدبابات وبالسلاح وبالبسطار العسكري ويقول لهم نحرركم، واللي بيفتح تمه في السجن. إذا كان ما انصاع الناس وخضعوا لإرهابهم، حكم كذا سنة لمن يفتح تمه، لمن يتظاهر، لمن يعترض، ما بجوز أحد يعترض. ينبغي جميعا أن يخضعوا لشيطان الإنس ويرضون بذلك. فمن رضي بالخضوع فقد عصى ربه وخرج عن منهج الله. ومن تحرر وإذا أجبر وأكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا بأس به. إذن هذا هو دين الحق، وهذه هي الأديان السماوية التي أصلها منذ أن أنزل آدم إلى الأرض. ربنا تبارك وتعالى بيّن له أن الله سبحانه وتعالى سينزل على ذريته دينا، فمن تبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني آدم وزوجته وإبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، ذرية آدم والجن،
فأما يأتينكم مني يعني من الله هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم في المستقبل لأنهم سيدخلون الجنة ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الدنيا لأنهم سيرون أعظم منها وأفخم ولا هم يحزنون والذين كفروا أي أتنكروا لطاعة الله ولم يصدقوا بما أنزل الله وكذبوا بآياتنا كذبوا بآيات الله الكونية في هذا الكون كل الكون يدل آية على أن الله هو المتصرف وله الطاعة والخضوع وآيات الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم أو على الرسل وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فعندما ضل البشرية بعد نزول آدم بفترة وانحازوا إلى العبودية لبعضهم لأن الإنسان لا ينفك وراءه شيطان إبليس وشيطان الإنس يحاول الإنسان أن يتسلط على أخيه الإنسان ويبغي عليه عند ذلك يبعث الله سبحانه وتعالى النبيين فبعث الله النبي ما كان الناس أمة واحدة أي على دين آدم عليه الصلاة والسلام فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أي الكتاب السماوي من عند الله وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا يقول الحق معه هذا الطاعة لي وهذا الخضوع لي لا ليست الطاعة لا لك ولا للآخر ولا للشهوات والأنفس إنما الطاعة لمن لله ارفعوا أيديكم عن بعض إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فربنا تبارك وتعالى أنزل الكتب السماوية ليبين ما اختلف فيه الناس حتى يدلهم على الحق بإذنه ليحتكم الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه تتمة الآية يقول الله تبارك وتعالى ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بغيا بينهم الآية أي تجاوزا على حقوق بعضهم وتسلطا من بعضهم على بعضهم الآخر إذن الأنبياء أرسلهم الله نبيا بعد إثر نبي ولم يترك البشرية بدون توجيه مع أن الله أعطى لكل إنسان عقلا وهذا العقل يدله على المنهج الصواب ويدله كما جلس الأعرابي قال لنفسه البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير نعم يدلان أن الله هو الخالق المالك والعقل البشري يهدي الإنسان أن الطاعة للخالق فإذا ثبت أن هناك مبدأ أو منهجا أنزله الخالق للناس فالعاقل يتبع هذا المنهج فالأنبياء متعددون قص علينا القرآن منهم أو ذكر أسماء 25 نبيا وقال سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ففي أكثر من 25 نبي في رواية تقول 350 في رواية تقول 330 نبي أيما كان فالقرآن يدل على أنهم أكثر من 25 نبي لأن الله تبارك وتعالى قص علينا أسماء بعضهم ولم يقص علينا أسماء الجميع وكان النبي وكان الله تبارك وتعالى يبعث النبي في قومه خاصة نعم هكذا ثبت في الآيات القرآنية وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان النبي يبعث في قومه خاصة فبعثت للناس عامة لأن البشرية أيها الإخوة تتطور كما يتطور البشر فالكائن الإنساني يتطور من رضيع إلى اكتفاء عن أمه يدخل سن التمييز فيميز بين الخير والشر ثم سن الشباب والقوة ثم سن النضوج 40 عام فما فوق ثم ينحدر فالبشرية أيضا تتطور تطورا جزئيا كما يتطور الإنسان من بني آدم في بدايتها كانت أقواما منعزلة تعيش بعيدة عن بعضها كل قوم لهم علاقات بسيطة بين بعضهم فكانوا يحتاجون إلى توجيه رباني بقدر جزيل قليل ليسهل تعاملهم مع بعضهم على الحق والعدل فمثلا أناس يكون لهم شذوذ في العلاقات الجنسية مثل قوم لوط فينزل الله لهم تبيان ذلك وأن الحق هو باتباع النبي لوط عليه الصلاة والسلام فيما أمر أن هناك أناسا آخرون طففوا المكيال والميزان فأرسل الله لهم سيدنا شعيب لئلا يطففوا المكيال والميزان فكانت تعاملاتهم بسيطة وعلاقات البشرية مع بعضها متباعدة
ثم تقاربت وتكاثرت البشرية، فكانت هناك مجتمعات بشرية كبيرة مثل قوم نمرود الذين بعث لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانوا يعبدون الأصنام. ما معنى عبادة الأصنام؟ الأصنام رمز وراءها الطاعة للنمرود، فالمتصرف فيهم هو نمرود. ولذلك عندما أراد أن يحرق إبراهيم ماذا قال؟ قال حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني باسم الآلهة يحرقوه. بينما فرعون قال لأقتلنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما قال باسم الآلهة ولا، لأنه هو يعتبر نفسه الإله المطاع. فهذا الفارق بين الأمرين. فأرسل الله سيدنا نوح إلى البشرية، ثم توالت الرسل رسولا بعد رسول، إلى أن أرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى نمرود وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام. ثم توالت الرسل من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي مصر كانت مجتمعات أو مجتمع بشري كبير جدا، وهاجر بنو إسرائيل إليه عندما ذهب سيدنا يوسف عليه السلام، ثم تبعه أبوه وإخوته. وكان لبني إسرائيل شأن في توجيه الناس هناك إلى الحق والخير، ولكن ما لبث الناس أن تسلط فرعون على البشرية، وأن كان بنو إسرائيل مستضعفون يستعملون في يعني يسمونهم سوء العذاب. فالله تبارك وتعالى بعث لهم موسى وهارون. وهكذا جاءت البشرية تتطور جيلا بعد جيل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث في قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية تتلاقح. قريش لهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، فكانت علاقات بشرية. ماذا يعني في بلاد الشام؟ الرومان. وماذا يعني في اليمن؟ الأحابيش. وأيضا الفرس سيطروا على اليمن فترة، فهذا يعني أن البشرية كانت تتلاقى بواسطة قريش وتجارة قريش. وكان قريش يطلعون على الحضارة الرومانية وعلى الحضارة الفارسية وعلى الحضارة الإفريقية الأحابيش. فكانت المجتمعات الدولية أهلا لأن ينزل الله لهم آخر الكتب السماوية وأكملها وأكمل التشريعات، فأنزل عليهم القرآن الكريم رحمة للعالمين، للعالمين جميعا. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إكمال الدين في الإسلام الذي رضيه الله للبشرية. طيب قبل ذلك لم يكن كاملا، كان هناك تشريعات وكان هناك توجيهات وتربية. مثلا بالنسبة للمجتمع البشري في عهد موسى الذي أرسل إلى فرعون وملئه، كانت هناك حضارة، كان هناك مجتمع، كان هناك أوامر ونواهي، كان هناك نظام وقوانين. فأنزل الله عليهم في التوراة أشياء تبين الحدود والحقوق لكل إنسان. من ذلك ما قصه الله علينا في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الحالات في عقوبة من اعتدى على إنسان فقلع عينه أو اشتز أنفه أو إلى آخره. ولكن بنو إسرائيل قست قلوبهم، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة القلب ما تحتاج إلى نظام يبين الحلال والحرام، يتحايل الناس على النظام، يلفون ويدورون والعياذ بالله تعالى. أحد الأشخاص أراد أن يدفع زكاة ماله فوجدها كثيرة، كيف يدفع هذا المال الكثير للفقراء؟ فماذا فعل؟ أخذ في عربة كيسا من القمح ووضع فيه ذهبا بقدر ما يساوي الزكاة المفروض عليه، وذهب في هذه العربة إلى منطقة من الفقراء. صاحبهم تعالوا خذوا هذا، تعالوا، ركضوا، الله يرزقك، الله يوفقك، كذا. نزلوا من السيارة من العربة، نزلوا من العربة، ثم قال لهم بكم تبيعونه؟ أسلم بسوى 50 درهم.
قال بتبيعوه ب500 درهم؟ قال الله خليك يا بيك 500 درهم احسن من 50 درهم. دفع لهم 500 درهم، رجعوه على العربيه، رجعوه ورجع على البيت. قال هذا دفع زكاته؟ ما دفع زكاته للفقراء. هذا يسخر من الله ومن شرع الله. وهكذا اصبح اليهود والعياذ بالله تعالى قلوبهم متحجره، يتحايلون على الشرع، يتحايلون على الدين. وذكر الله لنا تبارك وتعالى قصة أولئك الذين حرم الله عليهم العمل والصيد يوم السبت، فاحتالوا على الحيتان، كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا يعني بشكل غزير، كيف يضيعون هذه الثروة السمكية؟ فحفروا خنادق وبحيرات، يأتي السمك يوم السبت فيغلقون عليها حتى لا تعود إلى البحر، فيأتون يوم الأحد ويصطادونها. قال هم ما اشتغلوا يوم السبت، بس سكروا الحاجز. فهذا التحايل على الحق واللف والدوران يبغونها عوجا هو الذي نتج من قلوبهم القاسية التي لا تريد أن تطيع الله، إنما تريد أن تطلع أن تطيع أهواءها وشهواتها وتتسلط على الثروات وعلى البشر. فلذلك ربنا تبارك وتعالى أعقب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعيسى، وآتاه الله الإنجيل وأنزل عليه الإنجيل. ماذا في الإنجيل؟ الله سبحانه وتعالى يقص علينا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه، مصدق للتوراة، لم يمسح التوراة وينسخه، إنما يصدقه ويزيد عليه توجيهات ومواعظ ربانية لتربية النفس وتأهيلها لطاعة الله بإخلاص. ولذلك الإنجيل هو الذي حقق السلم وحقق التعامل الجيد بين الناس، لأنه غرز في بني إسرائيل الأخلاق الصالحة الطيبة. وكان من ما جاء به الإنجيل: لا تقابل الشر بالشر، من جذبك من ثوبك فاترك له الرداء، من ضربك على خدك الأيمن فاترك له الأيسر. هذه تعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام. أين أوروبا من تعاليم المسيح؟ هذا على الهامش. أين أوروبا من القنابل والصواعق والنيران التي تطلقها على عباد الله في شرق الأرض وفي غربها لتتسلط على البشرية ثم تزعم أنها مسيحية؟ لا، لقد أخرجها اليهود المفسدون في الأرض عن دين المسيح عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما نقول نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل، آمنا بما أنزل عليهم جملة لا تفصيلا. يعني ما أنزل الله على إبراهيم حق، ما أنزل الله على موسى حق، ما أنزل الله على عيسى حق، وهو صالح لزمانهم، يوجههم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. أما ما بين أيديهم الآن فنحن لا ننفذه إلا ما قصه الله ورسوله علينا في الدين الحق الذي أثبتت المعجزات أنه منزل من عند الله، والذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. الله حفظ هذا القرآن لأنه آخر كتاب سماوي وسيبقى إلى يوم القيامة. أما الأديان السابقة فليست آخر الديانة، أنزل بعد التوراة الإنجيل، وبعد الإنجيل أنزل القرآن، فالقرآن هو آخر دين سماوي، ولذلك حفظه الله سبحانه وتعالى وختم به الرسالات السماوية، وكانت رسالة سماوية كاملة عادلة فيها النصوص التي بيّنت أسس الخير وأسس الشر لا تتغير ولا تتبدل، نصوصا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. وهناك نصوص قطعية الثبوت ولكن ليست قطعية الدلالة، تعطي معاني متعددة وهي مجال للاجتهاد، يطبقها العلماء العارفون بأصول التشريع فيستنبطون الحكم الشرعي المناسب الملائم للعهد والعصر الذي يعيشون فيه. ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال كما قلت قبل قليل: إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. ولم يكتفي بحفظ الله تبارك وتعالى للذكر، إنما حفظ معاني القرآن من التغيير والتبديل والتحريف، فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم السنة النبوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنزل السنة النبوية من أجل أن يفسر ويوضح للمؤمنين القرآن
حتى يسيروا على هدى وبصيرة من الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن في آخر شريعة من شرائع الله حرر الإنسان تحريرا صحيحا كاملا من التسلط، وأشار الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر خطبة خطبها في مكة عند البيت الحرام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن دماءكم، دماءكم يعني لا يجوز أحد أن يجرح أحد أو يقتل أحد، هذا أشد حرمة، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. ما هو هذا اليوم؟ يوم عرفة، وهو يوم محرم. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، هذا يعني في مكة المكرمة المحرمة. ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. لذا فالإيمان الصحيح أن نؤمن بالله تبارك وتعالى وحده، لا نشرك معه طاعة غيره، حتى ولا طاعة الأهواء ولا الشهوات، ليس فقط نترك طاعة الآخرين، نترك حتى أهواءنا وشهواتنا إذا خالفت ما أنزل الله، ونطيع الله تبارك وتعالى. وهذا مضمون الإيمان الصحيح، وهو أصل الديانات السماوية كلها التي جاءت بما لكم من إله غيره. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: قل يا محمد ويا من آمن محمد، قل آمنا بالله ربا وخالقا ومطاعا لا طاعة لسواه، وما أنزل علينا من قبل الله في هذا القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أنزل على إبراهيم في أصل الديانات السماوية وهي أن الطاعة لله ولا إله إلا الله، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم الثاني ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نعادي أحدا من الأنبياء كما فعل اليهود، كفروا بنبيين، كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما النصارى فقد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقرر الله تعالى للبشرية قرارا كاملا عاما شاملا، وهو أن الدين الحق هو الاستسلام لله، ولا يقبل الله تبارك وتعالى استسلاما لغيره وطاعة لغيره إلا كما أمر ضمن حدود طاعته، فأمر بطاعة أولي الأمر حكام ضمن طاعة الله، فإذا أمر الحاكم بغير ما يرضي الله لا سمع ولا طاعة، قال لك روح اقتل فلان من المؤمنين تقتله، والله أن أمير أمرني بالقتل، لا، إذا فعلت واستحللت دم أخيك المسلم فقد عبدت هذا الأمير وأشركت مع الله وتكون خالدا في جهنم، وإذا مت فإلى جهنم والعياذ بالله تعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمر الله بطاعة الوالدين، ولكن الوالد إذا قال لك اشرب خمر لا تشرب خمر لأنك عبد لله ولست عبدا لوالدي، أما إذا أمرك أن تشتري له أمرا تفعل له ولو كان شق عليك ذلك فأطعه. هذه الطاعة طاعة تنظيمية وطاعة احترام وابتلاء. ولذلك الإسلام هو الاستسلام لله، ومن يبتغي يطلب غير الإسلام دينا منهجا وطريقا يتعبد الله فيه في هذه الدنيا فهو في الآخرة فلن يقبل منه، لا يكون مقبول عند الله، وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه سيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن يبتغي، من يطلب غير الإسلام أي الاستسلام والطاعة والانقياد لله ولحكمه، لا لحكم شرق ولا لحكم غرب ولا لحكم اشتراكي ولا لحكم رأس مالي ولا لحكم أمريكي ولا لحكم إنجليزي ولا لحكم فلان ولا لحكم الأهواء والشهوات، الاستسلام لله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا منهجا يعيش فيه هذه الحياة فهو في الآخرة من الخاسرين، فلن يقبل منه عند الله وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا ومنهجنا فهو رد، مردود عليه. ولذلك ينتبه كل إنسان لنفسه قبل أن تأتي منيته، فإما أن يموت على الإيمان والاستسلام لله والانقياد لشرعه، وإما إذا انقاد لغير الله من الأفكار التي تأتي وتتسلل إلى المجتمعات الإسلامية وما أكثرها عن طريق عملائهم الذين تسلطوا في بلاد الإسلام، هذه الأفكار والمناهج الكفرية التي أساسها اليهود ووراءها حمير اليهود يوزعونها على عملائهم شرق وغرب، فمن مات على هذه الشرائع
وإن زعم أنه لا ديني فهو على دين الباطل والعياذ بالله تعالى، لأنه ابتغى وطلب غير الإسلام والاستسلام والانقياد لأمر الله دينا، لأن الإسلام خلق لينقاد لنظام اجتماعي كامل. هذا النظام إما أن يكون من عند الخالق فهو متحرر، وإما أن يكون غير ذلك فهو عبد لما أطاعه من هذه المخلوقات الدنيوية، سواء كان شهوات نفسه أو الآخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.